السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الشيخ مصطفى الله يكرمك، بخصوص الأحداث الجارية اللي بتحصل ديت والأستاذ وائل الإبراشي، يعني كل عايزين نرد على كل من شاكلته كده، والإسلام اللي بيجرح فيه دوت والإخوة اللي بيجرح فيهم، نعمل مع الناس دي يا شيخ مصطفى بالله عليك. والحلقات بتاعت قناة الرحمة عايزينها تبقى أقوى من كده، إن شاء الله. قناة الناس وقناة الحافظ ربنا يكرمهم ويعينهم، إن شاء الله نقدر نرد على الناس دي كلها. جزاك الله خير. إن شاء الله اطمئن بإذن الله، فالله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ودين الله سبحانه وتعالى سيغلب بإذن الله. اطمئن وأيقن أن العاقبة للتقوى. ولكن أنصحك برصد حركات هؤلاء وسير هؤلاء وإخراج خباياهم، حتى إذا لم يستقيموا على أمر الله ويكفوا عن هذه الإساءات للدين وعن هذه الإساءات للإسلام يفضح أمرهم. فأنصح إخواني الذين لهم كفاءات وقدرات علمية وقدرات في التتبع والرصد أن يتتبعوا كل من تسول له نفسه أن يطعن في الدين أو يشوه جمال الشريعة أو يتلمس السقطات لتشويه الإسلام، يتتبعوا أمره ويرصدوا مقالاته ويبينوا تناقضاته وسيرته السيئة في الخلق، حتى ينزجر وينزجر أمثالهم عن هذا العبث وعن هذا اللوث وتلك القاذورات التي تلوثوا بها وتوسخوا بها. وهم لن يضروا الله شيئا، ودائرة السوء حائقة بهم إن شاء الله. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فأنصح إخواني بتتبع الذين تسول لهم نفوسهم أن يطعنوا في جمال الشريعة أو يتلمسوا السقطات لإظهار بزعمهم أن الإسلام فيه شين، يتتبع أمرهم وتنشر سيرتهم السيئة القبيحة ويبين تناقضهم، حتى ينكف أمثال هؤلاء الرعاع الذين يطعنون في الدين ويطعنون في الإسلام ويطعنون في المسلمين. هم بلا شك يهربون من شريعة الله ويبغونها عوجا، لا يتورع أحدهم أن يخرج هو زوجته السافرة التي تكشف عن شعرها وتكشف عن ساقيها ويتكلم في الدين ويتكلم في أهل الإسلام، ولا يتورع كثيرون منهم من شرب الخمر والرقص مع البغايا والداعرات. فجدير بأهل الفضل والصلاح أن يقيموا أجهزة ترصد وضبط لهؤلاء ولمقولات هؤلاء ولسيرة هؤلاء، ومن ثم يقدموا للمحاكمة ويفعل قانون الحسبة. ومن هنا نناشد المسؤولين بتفعيل قانون الحسبة حتى ترفع قضايا على أمثال هؤلاء الذين يطعنون في الدين ويشوهون جمال الشريعة وينفرون الناس عن الإسلام وعن الإيمان. وكما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وإن شاء الله العاقبة للمتقين.